استقبل المصريون اليوم 9 من شهر يونيو عام 2013 في الأزقة والحواري وداخل الميادين وعلى أطراف الشوارع وأيضاً تحت أعمدة المساجد وداخل هياكل الكنائس. كان الحديث لا يخلو من الكلام عن آخر أنباء حركة تمرد وتوقيعاتها الرامية إلى عزل الرئيس محمد مرسي. ظهيرة هذا اليوم أعلنت الحركة وصول عدد الموقعين على الاستمارة إلى 2 مليون مواطن مصري في محافظة المنوفية فقط. البروج المشيدة هي الخطة التي أعلنتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين حال النزول بكثافة، مؤكدة التعامل السلمي معهم. هدنة مؤقتة ظللت ساحة الصراع بين الإخوان والقضاء بعدما أعلنت الجماعة تراجعها عن مناقشة التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية.